فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا كثير الشقاق مع زوجتي في أمور دينية ودنيوية، قد استعملت معها جميع الطرق الشرعية لكن بدون فائدة، لذلك يحصل التنازل مني دائما خوفا من حصول الفرقة ولكي لا يتشتت الأولاد. يحصل إيش؟ يحصل مني التنازل دائما. تنازل؟ نعم. إيه؟ لكي لا يحصل هناك فرقة ولا تشتت للأولاد. سؤاله: هل أستمر في هذه التنازلات التي قد يكون بعضها محظور شرعا لأجل هذا الأمر، أو بماذا تنصحني؟ المحظور شرعا لا، ما يجوز. وأما غير المحظور، التنازلات اللي ما فيها محظور لا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.